السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء. مطيعة امرأة متزوجة ولديها 4 أولاد، تعيش مع مطيعة في بيتها حماتها امرأة كبيرة في السن بحجة أنه لا يوجد أحد لخدمتها. تقضي مطيعة جل وقتها في خدمة حماتها بكل تفان، وتستقبل بناتها اللواتي يأتين لزيارة أمهن ويجلسن مع أولادهن كل النهار، وهي تقوم على خدمة الجميع. وإذا ما فكرت أن تعترض لدى زوجها على عدم مساعدتهن لها تلقى منه التأنيب، فهن برأيه ضيفات وعيب عليها هذا الكلام. وقد غضبت لمرتين من هذا الوضع، فتعرضت للضرب منه، ومن وقتها أعلنت الاستسلام لهذا الواقع. لا يسمح زوج مطيعة لمطيعة بزيارة أمها إلا مرة في الأسبوع، وعندما تدخل عليها تجدها مقطبة الجبين وغاضبة منها لأنها تطيل عليها لتزورها، فلا تخبرها بأنه قرار زوجها حتى لا تحزن أمها منه ولتحافظ على مكانته عند عائلتها. وتجتمع مع أخواتها عند أمها فيبدأن بلومها على خدمتها لحماتها، ويطلبن منها أن تثور على واقعها وتفرض على بنات حماتها أن تساعدنها. تخرج مطيعة كل مرة من عند أمها وهي مثقلة باللوم على تصرفاتها، وتستمر على هذا المنوال وهي تحدث نفسها أنها تفعل الخير وتطلب بما تفعل الأجر، وعيب عليها أن تطلب من أحد أي مساعدة. مطيعة ومثيلاتها صور من واقع تعيشه الكثيرات من النساء. كيف تعرف المرأة حقوقها وواجباتها؟ كيف تجد الطريقة المناسبة لرسم الخطوط بينها وبين الآخرين؟ وكيف تفعل الخير وتقدم للآخرين خدمات متطوعة دون أن يمس ذلك بحدودها الشخصية وحريتها الذاتية؟ هذا ما سنتكلم عنه مشاهدينا الكرام في كيف تقولين لا للآخرين، من برنامج دولة النساء مع الأستاذة خلود الغفري. الأستاذة خلود هي مدربة الأنوثة القيادية، مستشارة الحياة الزوجية وتطوير الذات، مؤسسة موقع استروجينات للأنوثة القيادية، ومؤلفة كتاب يوميات حب إكس لارج لفن تقدير الذات وحبها من جديد، وكتاب ربيع قلبي رؤية تدبرية لآية من كل جزء من القرآن، ومؤخرا صدر لها كتاب عقل 24 قيراط 7 استثمارات لبناء عقلك وحياتك من جديد. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك أخت عليا، شكرا على الاستضافة الكريمة. أهلا بك. مشاهدينا الأعزاء، نذكركم بأننا بانتظار اتصالاتكم ومداخلاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. أستاذة خلود، مطيعة، كم من مطيعة في هذه الحياة؟ ما تعليقك على هكذا نمط من النساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. يعني مطيعة هي قصة حياة أغلب النساء، إن لم يكن في هذا الجانب فبجانب آخر. نعم. مطيعة مش معناته أنه مطيعة هي كما قلت في عنوان الحلقة، من لا تستطيع أن تقول لا في وجه الآخرين لسبب أو لآخر. نعم. بغرض كما قالت أجر. نعم. ثواب المجتمع، إيش يقولوا الناس، أو من الآخر أنا مش قادرة أقول لا، أو لم أتعلم أن أقول لا. نعم. المرأة التي لا تضع قوانينها الخاصة ولا تضع نظامها الخاص، إلى أي مدى قد يلتبس عليها حدودها مع حدود الآخرين وتتداخل؟ عندما نأتي للتربية، هو الحقيقة أنا عندما فكرت ليش الكثير من النساء ليس لديها قوانين، لماذا لا تستطيع أن تضع فعلا اللي هي الحدود مع الآخرين، فطلعت بفكرة الكتاب الذي تحدثت عنه، أرى عقل 24 قراءة. نعم. من 7 استثمارات. تمام. هي خلينا نقول بحث عميق في
الخلفية التربوية للمرأة، البيئة، العادات، إيش شلنا إحنا معانا من تركة جعلتنا بدل ما كنا معززات مكرمات شقائق الرجال حسب ما أراد لنا الإسلام ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، إلى ضعيفات، خائفات، مترددات، مهانات، في بعض البيئات محتقرات. ليش نزلنا إلى هذه المرتبة؟ فكانوا 7 استثمارات، منها استثمار في عقل 24 قراط، استثمار مفتاح الخزنة. نعم. فمفتاح الخزنة، خلينا نقول إحنا إيش بنحط في الخزنة؟ الأشياء الثمينة، التي نريد أن نخبئها. خلينا نقول الثمينة هي القوانين، هي نعم. أنا الدولة الخاصة في أنا. ما جميل. يحفظ روحي، نفسي، عقلي وجسدي. هذه أنا بسميها الهوية. نعم. فأنا لما يكون أنا مكون أصلاً من روح وعقل وجسد ونفس، كل جزء من هذه الجزئيات ما يشكل هويتي وشخصيتي. وهي محتفظة، المفروض أنها محتفظة في الخزنة اللي هي خزنة الجسد يعني، أو كما أعطانا يا الله سبحانه وتعالى كأمانة لدينا. ثم الناس عادي بالبداية بكل أدب تستأذن، ممكن أخذ، ممكن من وقتك، ممكن لو سمحتي، و و و طيب معلش نفتح باب الخزنة ونعطي، نفتح باب الخزنة ونعطي. بعدين فجأة المفتاح بطل، ضاع المفتاح. فجأة بدنا نحاول ندار الخزنة، نلاقي الناس إنه صارت عرفت طريق الخزنة، وبدل ما تدق وبدل ما تستأذن تفتح، افتح وخذ، افتح وخذ، صرنا مشاع. تمام. حتى يعني تأتي اللحظة طبعا إنه ما في شيء بالخزنة، نثور ونذهب ونفتح، نبحث عن خزنات الآخرين ونريد منهم الدعم والمساندة. ما شاء الله كل واحد مع خزنته وضببها بالمفتاح. فهي هاي مشكلة القوانين، وين المفتاح؟ لماذا لا نحتفظ بالمفتاح؟ لماذا اصلا حتى اغراضنا ليست محتفظه في خزنه؟ في ناس فرشاها، خلينا نقول حصيره مشاع امام الناس. نعم. للاسف يعني. وفي حالات نادره جدا ربما بعد التجربه وبعد الالم وبعد الخبرات المريره عملنا الخزنه وعملنا المفتاح. جميل، يعني ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي. في امل، اكيد في امل. جميل. احيانا يعني تضيع هويه المراه بين المراه المضحيه والمراه الضحيه. نعم. متى تكون هي مضحيه فعلا ومتى تكون تصبح ضحيه؟ عندي انا المصطلحين متساويين. نعم. يعني احنا داخلين على عيد الاضحى وعندنا الاضاحي. الأضحية هو ما نقدمه قربانا لله سبحانه وتعالى على هدي سيدنا إبراهيم عليه. نعم. السلام. فالضحية أو المضحية من الأضحية نفسها، من تستعذب أن تخسر في سبيل أن يربح الآخرون. يعني مثلا أنا مستعدة أني أتنازل عشان هو ينبسط، عشان هي تنبسط، عشان هي تكون راضية عني، عشان هي بعدك بلكي تساعدني مستقبلا إلى آخره. فنجد أنه إحنا نقبل بهذه التنازلات في سبيل أن الآخرين يرضوا عنا أو يكونوا سعداء، ونعتقد أنه إحنا بهذا الدور أنه هكذا نسعد الآخرين. هذا المفهوم الذي تورثناه. نعم. حملناه تركة يعني من الأهل، البنت المؤدبة المطيعة ما بتقول لا وعيب، وخلي الناس تكون مبسوطة منك. الفكرة هاي أنه إحنا لازم الناس تكون مبسوطة منا 24 ساعة، ناخذ علامات وشهادات حسن سلوك من الآخرين، حسن سلوك، وأنه لازم الناس. طب ليش الناس تكون مبسوطة؟ طب أنا بلكي أنا زعلانة، هل أولوية أن الناس تكون مبسوطة وأنا أكون زعلانة؟ هل يعني أنا أكون زعلانة يعني الناس تكون مبسوطة على حساب مشاعري وزي ما حكينا هويتي، عقلي، روحي، جسدي، نفسي؟ طبعا. فلذلك المشكلة هنا إيش؟ أنه أنا لما أستعذب دور الضحية وأتنازل في سبيل أن يربح الآخرون باعتقادا مني أن هكذا أسعدهم وهكذا أنا سأربح، للأسف أنا أعودهم على أن يربحوا على حسابي. فلما يكون هناك لاحقا طلب أو خلينا مثلا الأم التي تتنازل وتقعد تضبضب لأولادها وتشيل لأولادها وتطبخ لأولادها، بكرة أولادي بيشيلوني، بكرة بيساعدوني، بكرة بيقدروا مجهوداتي، لكن أنت بتنازلك وإنك أنت ما تطلب منهم أي طلب، هم يتعلموا أنك تخسري في سبيل أن يربحوا. فبالتالي عندما يكبروا وتضعفي أنت أيضا، سيستمروا في أن تخسري ويربحوهم، يعني يتقبلوا هذه التنازلات باستمرار منك. هل فينا نقول انه الاطفال هن عارفين امهم عم تخسر، ام هن ممكن يفتكروا انه امهم لا احتياجات لها، لا حاجه لها من الاساس؟ فقد يكونوا هن مش قصدهم يظلموها بقدر ما قصدهم تعودوا
أن يروها بدون الخاسر. احتياجات وبدون الخاسرة طلبات. من الآخر الخاسرة، الخاسرة هم الخاسرة، أنا اللي أربح، يعني هو أنا الدور الرابح خاسر. الإنسان يعني مخلوق مفطور على أنه يربح. نعم. فالأصل إحنا كبشر يعني في العلاقات الإنسانية، حتى تكون علاقات إنسانية سوية، مسألة إربح إربح. ستيفن كوفي في كتابه العادات السبع للناس الأكثر فعالية، نعم. فلما نقول إربح إربح هذه العلاقات السوية، لكن لما نيجي مثلا تعودي أولادك إن هم دائما اللي يربحوا، هم ياخذوا اللي بدهم إياه، إنه معلش أضغط على نفسي، معلش أجي على حالي، ابني أعطيه السيارة، ابني أعطيه شوية من راتبي، ابني شوية أعمل له، أو حتى الزوج، أنا بحكي الأبناء يمكن يقول لك الزوج والأزواج، يعني على الأزواج، على الأقارب، على الأصدقاء، في كل محيط حياتنا، معلش المرة هذه، معلش المرة هذه، لكن أنت هكذا تعطي الضوء الأخضر إنه اتس أوكي إني أنا أخسر أمامك. نعم. لا بأس في إنك تربحي وأنا أخسر، فتأخذ قاعدة لديهم تمام. وتصير أوتوماتيك عندهم مفطورين عليها إنه هي مش مشكلة عندها إنها تخسر. تمام. هذا إذا كانت الإمرأة واعية نعم. وتأخذ قرار بهذا الأمر. بعض النساء تظن يمكن أن ما تفعله لعله من واجباتها، ولا تشعر بأنها تخسر، يعني هي لا تقدر أو ليس لديها خطوط واضحة ما بين الواجب والحق الذي تملكه. ما هي الأسباب التي قد تجعل امرأة لا تميز أو لا تعرف ما هي واجباتها وما هي حقوقها؟ أول حاجة الجهل. نعم. الجهل، يعني أعطيكي مثال بسيط جدا جدا جدا، الحديث المتعارف عليه، المرأة التي تأبى على زوجها تلعنها الملائكة حتى تصبح، هذا نعم. حديث معروفين، فهي مرعوبة وزوجها وأنه الملائكة تلعني، والزوج يتخذ هذا كصوت على امرأته، تلعنك الملائكة تلعن الملائكة، والمجتمع كله والمدارس تعلمنا هكذا وتربينا. طيب هل فهمنا موقف الإسلام أيضا من المرأة؟ طب المرأة التي تحتاج زوجها هل يلعنه الملائكة؟ طيب في الإسلام في الدين ما كان من حق الزوج قيل بالتصريح، هكذا قالوا مشايخنا، قيل بالتصريح، وما كان من حق المرأة كان بنفس الأثر ولكن بالتلميح. ليش؟ لأن المرأة كلها حياء، فلا لا يجوز أن يكون الأمر بالتصريح، فما كان من حق الزوج هو أيضا من حق الزوجة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولكن ما تم تداول وما تم وقيل أنه حق الزوج حق الزوج، حق الأولاد حق الكذا، طب حق المرأة تعتيم، تغطية، تورية إلى آخره، فهو جهل. نعم. المدارس ما علمتنا هذا، تم تنقية بعض الأمور، أنا ما بقول أنها خطأ، نعم. بالعكس هي موجودة في الدين، ولكن تم انتقاؤها انتقاء، نعم. لتصل إلى امرأة حتى تصبح السيدة مطيعة والفتاة المطيعة اللي تسمع الكلام بدون نقاش وبدون غلبة، لأنه إحنا بدناش وجع رأس. تمام. مع أنه يعني من حق المرأة أن تعرف، لأنه جاء الإسلام ليعرفها ويرفع مكانتها ويجعلها شقيقة الرجل، يدا بيد وعونا بعون، طبعا في ظل قوامته. نعم. فلذلك جهل في المدارس، طريقة التعليم والتربية للآباء، نعم. اسمع الكلام اسكتي ما تناقشيش، احنا على فكرة أجيال كاملة جيلين ثلاثة ما بنعرف نناقش ولا نعرف نتكلم، اسمع الكلام وبس، طب أعرض وجهة نظري ممنوع. فلذلك طلعنا مجتمعات ايش؟ نرجسية وديكتاتورية، الزوج ديكتاتوري على امرأته والزوجة ديكتاتورية على أولادها، ما فيش نقاش. لماذا؟ لم نتعلم أصلا يعني نعطي الحجة بالحجة. فلذلك هذا كان الأساس في أنه المرأة بطلت لا تعرف إيش الحقوق إيش الواجبات، زي ما انحكالي أنا بطبق وبنفذ، آلات يعني ماشية، وللأسف نطمس الروح وجوهر الدين تبعنا. جميل. بعض النساء أيضا من ضمن الثقافة المتوارثة أنها من أنوثتها أن تكون مطيعة، من أنوثتها أن تسمع الكلام، من أنوثتها أن لا تجادل وترد الكلمة بالكلمة، من أنوثتها أن لا تصرخ وأن لا تعبر عن أي حالة غضب. هذا خلط، هذا خلط، الأنوثة غير، والخنوع والخضوع والقهر والذل هذا غير. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحديث يعني عن ابن عمر لا ينبغي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ما رواه الطبراني، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه.
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. فقالوا يا رسول الله وكيف يذل نفسه؟ فقال يتعرض من البلاء ما لا يطيق. فسروها العلماء بأنه أنك أنت تذلي نفسك وأنت عارفة أنه هذا الأمر فوق طاقتك، نعم، وهو باعتقاد أنه أجر ثواب وأنه هيك الدين. لا، الدين ليس كذلك. الدين جاء بمقاصد خمسة: حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ المال، وحفظ العرض. فإذا جاء أي أمر، أي موقف، أي سلوك يفقدني أحد هؤلاء الخمسة، فهنا أنا أقول ستوب. نعم. فلما نيجي إحنا عن المرأة، نعم، الأنوثة خضوع بالقول، الأنوثة دلال، الأنوثة غنج، الأنوثة كذا، لكن في نفس الوقت جوهرها الأمر التي تعرف حقوقها وفقا للإسلام، مش بس أجعجع وحقي وأثور وعاند. لا، أنا كما علمني الإسلام أتكلم، طالما إني أنا ما خرجت عن حدودي في الإسلام، هذا الأصل في الدين. جميل. لدينا اتصال من منال الأحمد من لبنان. تسجيل تسجيل، نعم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أريد أن أشكركم وأبارك جهودكم، ومن ثم أريد أن أقول أن سكوتك على ما لا يرضيك تنازلاتك الأولى، تغاضيك عن ما أتعبك إخفاؤك للرفض تحملك، كل هذا له ضرر سلبي على الصحة النفسية وله آثار على المدى البعيد. السؤال المطروح: كيف نستطيع العمل والتقدم ونحن في حالة حزن أو أزمة؟ وشكرا لكم الأستاذة علياء شاكر وضيفتها الكريمة الأستاذة خلود الغفري. جزاك الله خيرا أستاذة منال، طرحت سؤال جد مهم. معلش بس تعيدي السؤال، ما كان واضح. السؤال: كيف يمكن للإنسان أن يعمل ويبدع وهو في حالة نفسية صعبة؟ يعني لما تكون المرأة مثقلة بالهموم والامتصاص الطاقة الإيجابية منها، كيف تستطيع أن تتابع؟ بدنا نعمل بريك، نشحط بريك زي ما بقولوا، نعمل بريك ونتراجع شوية ونبدأ عاد نحط الخطوط الحمراء العريضة، نعم، حتى لا نستنزف زيادة. يعني خلينا نقول أنا يعني بركض 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 وبحقق ما يريده الآخرون مني، طب أنا إيش بدي؟ أنا كتير استشارات بتجيني بتحكي وهو زوجي وهو ابني وهو كذا، وإيش بدك؟ هو بس كذا زوجي، ترجع تلف وتدور زوجي وأولادي زوجي وأولادي، في الآخر أنت إيش بدك؟ تصفن، مش عارفه ايش بدها، ما فكرت، بطلت تعرف ايش بدها. طب انا ايش بدي؟ اول مره تفكر في حالها ماذا تريدين، حتى عندها خوف رعب انها مجرد التعبير عما تريد يعني المجتمع كله سيتخلى عنها، زوجها حيكرهها، اولادها حيتركوها. مع انه يعني احكي لك قصه، يعني لزوجها تركض طوال حياتها وتخدم وتطلب من زوجها بدي شغاله تساعدني، لا ما في داعي، هذا كلام فاضي، انت بتشيلي البيت، انت بتعملي كذا. سرطان وتوفيت. يعني صديقتها زعلت عليها كثير، قديش كانت تشتكي، وانا اولادي متعبيني مغلبيني، ما حد راضي يساعدني، زوجي ما بده يجيب لي شغاله الى اخره. فاعتقدت هذه الصديقه انه حياته انهارت. نعم. وانه هذه الام التي كانت شايله البيت كله على اكتافها بعد ما ماتت لن تستمر الحياه. اتصلت: اذا محتاجين شيء نطبخ لكم طبخه، نساعدكم شيء. الزوج توفيت زوجته، راح جاب شغاله تدير البيت واعطاها راتب اضعاف ما كان يعني يعطي للزوجه التي نفسها كانت تركض في جميع الاتجاهات. الاولاد صار عندهم النوادي والاكتيفيتيز الخاصه بهم، والحياه مشيت. يعني اعتقادي اني انا لازم اركض واعمل واسوي ولا الناس تتخلى عني ولا الناس مش حتقدر تكمل حياتها بدوني، والله كلنا نستطيع ان نكمل حياتنا. واكبر دليل انه لما نموت الحياه بتستمر. تماما، تستمر الحياه. ف رفع سقف التوقعات، هذا لما انا اعطي 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 حيعوضوني، حيدوني، حيعملوا لي، حيسووا لي، حيقدروا جهودي، خصوصا الاولاد، خصوصا الناس، الخدمات اللي انا بعطيها لصديقاتي، فيؤدي ذلك الى ايش؟ رفع سقف التوقعات، وارفع كمان، اعطي كمان وارفع ارفع. فلما تيجي الصدمه وتفضل خزنه ونيجي عاد نولول وين حقي؟ راح حقي، لاني رفعت سقف توقعات كثير فكانت السقطه عاليه جدا. الامر الاخر انه استنفد طاقتي. نعم. تستنفد في ايش؟ الاولويه ان اقوم بما انا مفترض اني انا يعني كخليفه لله في الارض، الله سبحانه وتعالى اني جاعل في الارض خليفه، انا خليفه. ف
فالمفروض أقوم بدوري، لكن إذا قمت أنا بأدوار الآخرين عن أنفسهم ما ظل لي طاقة أقوم بدوري الحقيقي في هذه الحياة. فرفع سقف التوقعات، استنفاد الطاقة يجعلني عصبية مكتئبة، أدور في حلقات مفرغة، شكاية بكاية نكدية. أرجع بريك وراجع نفسي أنا وين استنفد طاقتي، بطاريتي تستهلك، وأبدأ أضع إيش الخطوط الحمراء جميل. التي توقف هذا الاستنزاف. جميل. ولعلها تستشير إن لم تعرف أن تضع خطتها لنفسها. نعم. هنا يعني من سؤال الأستاذة منال ومن إجابة حضرتك أيضا، يعني الإمرأة التعيسة التعبة التي تستنفد كل طاقتها، هل تستطيع أن تسعد غيرها؟ هل تستطيع أن تسعد عائلتها؟ فاقد شيء لا يعطيه. والله فاقد الشيء ممكن يعطيه، هذا نعم. اعتقاد خاطئ صراحة، يعني لأنه اللي ما حصل مثلا تربت يتيمة وباعتقاد أنها هي يعني ما حصلت نعم. الحنان الوالدة، ممكن أن تعطي الحنان، لأنه إحنا في شغلات فطرية مفطورين نعم. عليها. لكن المسألة أنه اعتقادي أنا أن كلما أعطيت أكثر فإنني أسعد الناس أكثر، هنا في تريك. نعم. أنا أعطي أكثر لأنني عندي مخاوف، مخاوف أني ما أكون مقبولة، مخاوف إنه الناس ما تتقبلني بينها. يعني الإنسان كائن اجتماعي نعم. يحب أن يكون اللي هو يندمج مع القطيع نعم. فلما ما ألبي طلباتهم فيصير في عزلة، يصير في جفوة نعم. فلا يستطيع التعامل أو التواصل مع الناس بهذه الطريقة، فيضطر إنه يقدم ويقدم، خصوصا مع الزوج، خصوصا مع الصديقات، خصوصا مع مثلا اللي هي بيئة العمل، أضطر إنه أقدم والناس عادي إيش تفهم، تفهم إيش، فتصير تستغل وتسحب تسحب لغاية ما توصل إيش الحد الأعلى وتقولي بس لهنا وستوب. لكن طالما إنه أنت ما بتقولي لا، لن يتوقف أحد، لن يتوقف أحد. كل العالم بتحب تأخذ يعني، نعم. هذا الطبيعة البشرية، هذا الإنسان البشرية. طماع، الإنسان نعم. يحب الأنا ويحب الأخذ سبحان الله. نعم. يعني حتى في عبادتنا لله سبحانه وتعالى نحن نريد الأجر ونريد الجنة ونريد نعم. ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا وضعت المرأة الحدود وبدأت ترسم خطتها من جديد، ما أهم الفوائد التي ستحصل عليها؟ أول حاجة راحة البال. أول حاجة إنها الآن تستطيع أن تضع جهودها في المكان الصحيح، هذه النقطة الأولى. لما إحنا نقول لا للآخرين، لا اللي هي في المكان الصحيح. نعم. سنتحدث متى تكون في المكان الصحيح لاحقا، لكن خلينا نقول أنا حطيت لا لتوقعات الآخرين، للعلاقات السامة مثلا، في علاقات سامة تستنزفني وتستغلني، إذا حكيت لها لا وشلت العلاقات السامة هذه، معناته إيش اللي حيجي عندي؟ العلاقات الكويسة، العلاقات اللي فيها منفعة، خلينا نقول اربح اربح. إذا قلت لا لطلبات أبنائي التي تستغلني 24 ساعة، إذا قلت لا لطلبات زوجي التي يعني خلينا نقول تكون فوق طاقتي وهو يستغلني في ذلك، يعني في إمكانية عزومة وراء عزومة وراء عزومة، طب أنا مريضة، أنا حامل، أهله بيجيب أهله شهرين ثلاثة وإفرشي لهم سفرة وخدمة عليهم كذا، هل هذا واجب الزوجة؟ ليس من واجب الزوجة، برك أنت لهم، ولكن أنا لست مطالبة بذلك، بذلك كل ما أقوم به إحسان. فهي كما حكينا الجهل بحقوقك وواجباتك يؤدي إلى أنك تستنزفي. فلذلك نشيل العلاقات السامة أو نوقف استنزاف العلاقات السامة لنسمح بعلاقات سوية جميلة رائعة متوازنة إنها تدخل حياتنا شيئا فشيئا، نبدأ نميزها. يعني الأمر الثاني إنه لما نقول لا لتوقعات الآخرين نعم. نبدأ عادي تصير التوقعات المعقولة. لما مثلا مديري في العمل يطلب مني إنه أخلص البحث هذا أو المشروع هذا خلال مثلا 3 أيام وهذا شيء مستحيل يخلص إلا بعد أسبوعين، فأتخيل حالي إن أنا لازم أشتغل 24 ساعة وأهمل بيتي تماما وأعيش كده مكرسة مسخرة فقط لإنهاء توقعه اللامنطقي أساسا. نعم. فيجب أن أعرف متى أقول لا معلش أنا ليست لدي القدرة في ذلك. وكيف هو بده كما تفضلتي إنه الناس بدها تحقق ما تريد. نعم. بكي أو بغيرك، لكن بالعادة تبدأ بكي، تعصرك تعصرك تعصرك، ما في فايده، سينتقل الى بلان بي بلان سي. لكن مشكلتنا انه احنا نعتقد انه احنا بلان اي وبلان بي وبلان الخطه الف باء وتاء وكذا، وانه الناس ما راح تلاقي لها حل. ستجد حلا. جميل. اللي ما راح يلاقي الحل عندك سيجد حلا اخر، بس نحتاج انه نكون صامدين ونعرف متى نقول لا لاستنزافنا او توقعاتهم اللامنطقيه منا. الامر الثالث
مسألة اللي هي الفوضى اللي احنا بنعيشها، فوضى الأولويات، يعني مسألة السوشيال ميديا، مسألة نعم. الفيسبوك، مسألة اللي هي الزيارات، الصديقات، الطلعات، هذه كلها بتستنزف نعم. وبتأخذ من الوقت. فأنا أولوياتي غير مرتبة، في عندي أولويات تانية، أولويات عناية بصحتي، أولويات اهتمام بأولادي، أولويات اللي هي جلوس مع زوجي، أولويات اللي هي بر والدتي. فأنا أجد إنه كل الفوضى هذه إذا قلت لها لا ورتبت الأولويات، هنا أبدأ أستشعر بالنعم جميل الحقيقية في حياتي. جميل جدا. فينا ناخد أمثلة عن العلاقات السامة، يعني أي علاقات، يعني الأمثلة الأكثر انتشارا. من العلاقات السامة، في العلاقات الزوجية ولا علاقات الصداقات ولا كله؟ خلينا من الدائرة الأبعد لأنه هي الأسهل التخلي عنها. في علاقات زملاء العمل، يعني أنا أعرف واحدة من الأخوات المتدربات، يعني وظيفة جديدة، وبتعرف الواحدة لما تتوظف جديد بدها تثبت نفسها، والكل يعرف ذلك. فإذا ممكن تعملي كذا، إذا ممكن، فالناس تبدأ زملاء العمل أو زميلات العمل يعني المستغلين يبدأوا يعطوها مهام أكثر، تمام. وهي عادي متحمسة وبدها تشتغل، صح. ثم تجد أن الأمر فوق طاقتها، ما عاد تقدر تلحق، وبالتالي مستواها في تقديم الأداء والخدمة إيش بدأ انخفض. ينزل، انخفض. هذه بالنسبة للزملاء يعني في بيئة العمل. نيجي مثلا بيئة اللي هي الأسرة، الأم اللي هي بتقول لك مثلا كل جمعة لازم تيجوا عندنا، كل جمعة، طب أهل زوجي لا ما لناش دعوة، لازم تيجي عنا، لازم تكون يعني، طب أهل زوجي بدي أراعيهم، لازم يعني مثلا جمعة عندك وجمعة عند أهل زوجي، نعم. أو وجمعة تائلي لبس لوحدي، يعني لا أنا ما برضى عنك، أنا بغضب عليك. الولد الشاب اللي أمه بترضاش عليه مثلا أو تدي عليه إذا هو ما اختار التخصص اللي بدها إياه أمه، نعم، او اللي بده اياه ابوه، ما اختار العروس اللي بدها اياه الوالد، بنت خالته او بنت عمه اللي هي على كيف اهله. فيستخدم اللي هو سلاح الرضا، الغضب، بدي عليك وبرضاش عنك والى اخره. هذا في حدود اللي هو الاهل. الحدود الزوج طبعا قصه معروفه، الازواج، واسع الاولاد، جداً والاولاد واسع جدا يعني، نعم. سبحان الله. هلأ طبعا يعني الآباء والأزواج لهم طبعا خصوصية، سنتكلم عن الطريقة الصحية لأخذ هكذا قرارات وإجراءات بعد فاصل بإذن الله سبحانه وتعالى، نعود بعدها إن شاء الله. أيا كان نوع هاتفك وأيا كان التطبيق الذي تستخدمه، واتساب، سكايب، تيليجرام أو غيرها من التطبيقات، تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا صوتا وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية. قاف التفاعلية، تواصل على مدار الساعة. بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك. تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv. قاف التفاعلية بنقرة واحدة. قلب سليم وقول حسن وقول حسن. نحن معك في منزلك، في مكتبك، وخلال تنقلاتك اليومية، وحتى في سفرك نحن معك. حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وأندرويد، وتابعنا أينما كنت.
الأوقاف التفاعلية معك أينما كنت. نعود مشاهدينا الأعزاء لمتابعة حلقة اليوم من دولة النساء مع الأستاذة خلود الغفري، والحلقة بعنوان كيف تقول لا للآخرين أو كيف تقولين لا للآخرين. نذكركم مشاهدينا بأننا ننتظر اتصالاتكم وأسئلتكم على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. أستاذة خلود، يعني دائما تتربى الفتاة في مجتمعاتنا وكأنها الحلقة الأضعف والشخص الذي يقول نعم للجميع، ويربطون هذا الضعف وهذا التجاوب الغير محدود بأنوثتها وبنعومتها إلى ما هنالك. ما هي المواقف التي تجعلها تأخذ قرارا بأن تقول لا عند اللزوم؟ المواقف فعلا التي كما تحدث سابقا مسألة التي تأخذ من خزنتي. نعم. أنا عندي الروح والعقل والنفس والجسد، كلما أخذت من هذه الخزنة ممكن تكون نعم أوكي حاضر، لكن الكأس لما تفضى 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 بعدين بيصير إيش؟ انفجار. صحيح. بيصير الواحد خلص مش قادر، وينقلب الوضع إلى إيش؟ حتى عناد، انفجار، والأنوثة تنقلب ذكورة تماما يعني. لكن هو اي تعب يستنفذ يعني من نعم. من اي انسان طاقه نعم. بالنهايه، لكن نعم. ما هي المواقف التي عندما تراها الامراه نعم. هذا الموقف سافعل كذا وسارفض؟ تمام. نعم. هلا يعني انا في الكتاب تحدثت بالتفصيل عن ثلاث مواقف او ثلاثه اساليب سلوكيات الناس تقوم بها معنا نعم. في سبيل انها تسرق من الخزنه او تتسلل الخزنه وتاخذ منها. أول حاجة، الناس لما تيجي تستغلنا ممكن تستخدم أسلوب الانتقاد. نعم. أو الانتقاص. الانتقاد أصلا يعني إيش؟ أنا بقلل من شأنك حتى أكون يعني أسعد بإني على مستوى أعلى منك. نعم. يعني طلع على حالك كيف تخنتي، مالك هيك تخنتي اليومين، مالك ما تزوجتيش، مالك هيك يعني شكلك وجهك شاحب، ليش هيك أولادك فوضويين، ليش بيتك كده صغير، ليش انتقاد انتقاص، بتدمير ممنهج خلينا نقول الثقة بالنفس وتقدير الذات. هذه الأساليب هي من إحدى الأساليب في سبيل تمهد لسرقة الخزنة. يعني أول نقطة هي الانتقادات التي ممكن أن توجه لها. أستاذة، سنأخذ اتصال طيب. من عائشة الضماوي من غانا ونتابع. غانا ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم ورحمة السلام الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي يا أستاذة. حياكم الله. أنا بدي لست فقط أريد أن أسأل سؤال، أنا فقط أريد أن أضيف على هذا البرنامج يعني المفيد جدا جدا، حتى اسمه شيق جدا. دور المرأة في أي مكان في الدنيا كما رأيت أنا من خبرتي الذاتية. بدأت من الصفر كناشطة وكمتطوعة وكان لي أعمالي في المجتمع العام، لذلك أدركت المرأة تصلح في أي مكان وأي مجتمع إذا هي كانت تمشي بما يرضي الله. يعني إذا عندها قناعات ومشت على الطريق الصحيح ستصل، لأن هي إنسان والإنسان عنده قدرات، والقدرات بالعزيمة والإرادة تصل إلى أي مكان. لذلك هي الثقافة، ثقافة الدين وثقافة أن تتعرف على ثقافات الأخرى. هذا الذي أحببت أن أضيفه. أما نعم. سؤالي نعم. أستاذة علياء، تفضل. هو لكثير من الفتيات يسألونني هل السفر عائق لنجاح المرأة أو عائق مع حجابها ودينها؟ نعم. شكرا. هذا هو، وجزاكم شكرا. الله كل خير. شكرا جزيلا أستاذة عائشة، بوركتي. السفر مع الحجاب، مع الحرية المقيدة، ما يسمح به الشرع للمرأة، أليس من حقوقها التي عليها أن تقول لا لمن يمنعها عنه؟ يعني هي المشكلة في السفر
ولا المشكلة في الحجاب؟ يعني خلينا ناخذ كل واحدة على حدة والاثنين مجموعين. من غير كل واحدة على حدة، الآن احنا في وضع الكورونا، ما شاء الله كلنا مكمكمين وبنسافر. نضع نقاب بدون أي مشكلة والناس عايشة ومبسوطة كمان. يعني اللي ما كانش يتخيل انه يغطي وجهه يستطيع ان يسافر وطول وقت بالطياره وفي المطارات وهم مغلقين الوجوه، اذا هل السفر يعيق النجاح؟ لا. هل الحجاب يعيق النجاح؟ ايضا لا، وبالتجربه مع كورونا. ايضا يعني من الامور التي قد تحرج المراه المسلمه انها محجبه وتظن بانها، يعني نحن نسمع بجامعات ترفض طالبات محجبات وباماكن ترفض دخول المحجبات. نعم. يعني هي ممكن ان تقول لا بكذا طريقه. انا عشت هذه التجربه شخصيا. نعم. عشتها في عام 2002 تقريبا. نعم. وكنت في الجامعه، وصلت الى السنه الثالثه، وطبعا عملوا لي لجنه تحقيق ليش انت جايه على الجامعه بالحجاب، كانت ايام وضع الحجاب، الوضع الصعب للحجاب يعني، فقلت لهم هذا ديني ولن اغير، انتم ما لكم غير في علاماتي، في اجتهادي، في عقلي، ما لكم دعوه في ما البس وما ارتدي. نعم. المفترض لا، انت تخالفين الكود، دريسنج كود تبع الجامعه. نعم. اضطررت ان اترك الجامعه، اتوكل على الله، ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. ثم يعني المسؤول عن اللجنه هو كان استاذي وانا احترمه واقدره جدا وله فضل علي يعني، ولكن يعني وضعه كان انه هو المسؤول في هذه اللجنه. نعم. بعد تقريبا 13 او 14 سنه جاء العفو ورجعنا بالحجاب ولله الحمد، اول ما فتحت الفرصه عدت مره اخرى، وكان اول من ذهبت اليه وقابلته هو استاذي. اللهم تقبل. قال لي ما شاء الله، يعني انت خلود الغفري، قالي وين كنتي، وين رحتي، اختفيتي فجاه؟ فقلت له نعم اختفيت ودرست وعملت وسويت. فقال لي بس يعني خليني افهم، يعني هل انت فعلا تركتي عشان الحجاب، عشان ما تخلع الحجاب؟ لانه الكثيرات خلعن. نعم. الحجاب للاسف، وحتى قيل لي يعني البسي باروكه مشيها السنتين وبنخلص وكذا، لكني رفضت ولله الحمد يعني. فقلت له نعم تركته لاجل الحجاب، وها انا وها انا الان اعود واكمل باذن الله. بفضل الله سبحانه، بفضل الله سبحانه وتعالى. قلت لا في الوقت. نعم. الذي كان عليك كان ان تقوليها. أستاذة خلود، كنت تتكلمين عن المواقف التي تحتم على المرأة أن تقول فيها لا. بدأنا بالانتقادات. الانتقادات التي هي انتقاص من قدرك ومن أسلوب حياتك، من سلوكياتك، بغض النظر. لا يحق لأي شخص أن ينتقدك أو ينتقص منك، إحنا بشر متساويون أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. الأمر الثاني أو السلوك الثاني التطفلات أو التدخلات. نعم. ايش يعني التطفلات والتدخلات؟ يعني اللي هي الاسئله اللي ما لها طعمه. نعم. اسئله الهدف منها جمع معلومات عنك، يعني انت وين بتشتغلي؟ طيب قديش راتبك؟ تجاوز حدودي الشخصيه. حدودك الشخصيه. نعم. او هي اسئله بدون هدف، بس اسئله اسئله اسئله، هدف منها جمع معلومات عنك. طب نعم. ليش الواحد بيجمع معلومات؟ كلما جمعتي معلومات اكثر عن الشخص، كلما استطعتي ان تجدي ثغره للدخول الى هذا الشخص وفتح الخزنه تبعته واخذ ما. نعم. تحتاجين منها. نعم. يعني انت متزوجه مش متزوجه، عندك اولاد، فاضيه مش فاضيه، فتعرفي هل هي ممكن ان تتحمل عبء انت ستحملينها اياه لاحقا ولا لا. يعني في بيقول لك مثلا هذه قاعده في البيت وفاضيه وكذا، وين المشكله يعني لما نعطيها شغل اكثر في الوظيفه تبعتها، صح ولا لا؟ فتدخلات وتطفلات. بعض النساء تقول، عذرا قبل ان نكمل بالموقف الثالث، بعض النساء تقول انا كتاب مفتوح، يعني هي مسروره جدا بان لديها هذه الصفه، الجميع يقراني. هذه اكثر شغله تقال للمخطوبات من الخاطبين. نعم. أنا بدي علاقتنا تكون واضحة وصريحة من الأول، وأنا بدي تكوني كتاب مفتوح وأنا كتاب مفتوح. هذه الخدعة الأبدية اللي تخلي فعلا حقا يعني إنه الرجل يدرسك كده ويعمل لك الكتالوج الخاص فيك ويفصصك من أولك لآخرك، يعرف كل شيء عنك، وبعدك يشتغل عليك، يشتغل. نعم. على كل مواطن الضعف، انت يا حرام يا غافل لك الله زي ما بيقولوا. نعم. مش عارفه كيف، ايش صار، وانا كنت كويسه معاه وبعدين صار يعاملني بطريقه معينه والى اخره، وانا مش قادره اقول له لا. ليش؟ ما انت كنت كل شيء عارفه عنك،
انت كشفتي كل اوراقك، في حين انت يعني بكلمات الحب والهيام والكلام المعسول لم تعرفي عنه شيئا. نعم. يعني في وحده بتذكر الله يسهل عليها تقول انا كنت اذهب اروح يودينا بالسياره ويرجعنا بالسياره في الخطوبه، بعد ما تزوجنا اختفت السياره. قالت له وين السياره اللي انت تكون سيارتك؟ قال هذه مش سيارتي ولا سياره مين؟ سياره صاحبي. وكيف سيارة صاحبك كنت بتودينا وتجينا فيها؟ كيف يعني مستلف سيارة في الخطوبة؟ قال أنت ما سألتيني إذا هذه سيارتي ولا لا. يعني هو هي كانت مستحيل تتوقع أن تسأله طالما أنه بوديهم بيجوا في السيارة. فمسألة الكتاب المفتوح هذه خدعة. يعني أنا ما بدي إنه إحنا نقول يعني أنت يعني بدك تشوهي العلاقات، لا لا لا، بس إحنا نعرف كيف نتواصل صح، يعني نكون صريحين، لا نكذب لا نخدع. في أمور تحتاج أنه لازم نكون واضحين فيها، وفي خطوط خلينا نقول العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. جميل. وأيضا يعني المرأة الغامضة قليلا أكثر جاذبية من المرأة الواضحة. والغموض عاد بقول لك الغموض يعني أسكت ما تكلمش، وأظني الغموض ليس كذلك، الغموض هو انتقاء المعلومة التي تريدينها أن تصل إلى الآخرين. جميل. وإخفاء غيرها فيما لا يفيدهم ولا ينفعهم ويفيدك الاحتفاظ به لنفسك. جميل. تكلمنا عن الانتقادات، عن التطفلات والتدخلات، وأخيرا الطلبات. الطلبات عاد إيش بتيجي نتيجة إيش؟ الانتقادات والتدخلات. نعم. يعني لما أنتقدك أقول لك أنت زايد وزنك، شو رأيك نروح على النادي، شو رأيك أدلك على مكان نسوي اشتراك وكذا، هي أصلا يعني تتطور تتطور الأمور إلى طلبات أفرضها عليك بحسب المعلومات اللي أخذتها منك من خلال التدخلات أو الانتقادات التي جعلتك في موقف ضعيف بحيث أنك مستسلمة لأي اقتراح يمكن أن يقدم لك. فهي الانتقادات، التدخلات، والطلبات، هذه اللي خلينا نقول التريكرز او الحساسيات اللي تعني بدايه الهجوم على الخزنه خاصتك. تمام. قد تقول احداهن انه انا عودت عائلتي وصديقاتي واولادي وكل الناس على نمط معين من التعامل. نعم. ولا اجد انه جيد ان اغير الان، انه من الصعوبه بمكان. هل التصحيح قد يفوت اوانه؟ ابدا ابدا. يعني كل شيء في يعني أسوأ شيء ممكن يحدث لنا في الحياه الموت. نعم. فيما عدا ذلك كله ممكن يتصحح. نعم ممكن ياخذ جهد، نعم ممكن ياخذ وقت، لكن بالنهايه نستطيع ان نعدل المسار. ممكن 30 درجه، 90 درجه، 180 درجه، حسب قوه احتمالك وصبرك وصمودك امام الهجمات المستمره. جميل. لنأخذك خطوات عملية. نعم. يعني هي تريد أن تغير. طيب. بماذا تبدأ؟ يعني من أي دائرة مثلا؟ خلينا نقول نبدأ في موضوع الانتقادات. نعم. وموضوع اللي هو التدخلات. الناس. نعم. لما تيجي تنتقد وتحكي لك كلام يعني سيء في حقك، أو تيجي إنها تتدخل وتتطفل في حياتك فيما لا يخصهم أصلا. نعم. هنا أنت عادي بدك تحفظي ردود معينة ثابتة، خلينا نقول هي بنسميها الردود الذكية. فن الرد بذكاء. والردود الذكية على فكرة ممكن نتعلمها من خلال النكت. نعم. النكت اللي يلقيها الناس. نعم. هي عبارة عن ردود ذكية، هي فن الرد بذكاء ولكن بيقلبوها نكت. الردود الذكية ممكن تقرأيها من خلال افتح السوشيال ميديا، شوفي موضوع معين، شوفي الناس بترد. في بعض الردود بتكون فعلا يتحط عليها لايك كتير، هذه ردود ذكية. نعم. الأسئلة اللي دائما تجديها محرجة لإلك، تجديها فيها انتقاص لإلك، تجديها فيها تدخل، بالذات إذا كنت مثلا قلتي تجاوزت 30 وقلت ليش ما تجوزتيش للآن؟ نعم. كأنه يعني العريس واقف على الباب وأنا اللي رفضة. فهذه الأسئلة المتكررة حول أن ليش ما توظفتيش؟ ليش ما تزوجتيش؟ ليش ما خلفتيش؟ ليش ما سفرتيش؟ ليش ما ضعفتيش؟ ليش ما اشتريتيش للعيد؟ ليش 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 ليش؟ هذه التساؤلات يعني هي أنا أسميها تساؤلات يعني غبية ما لهاش علاقة فيكم، ولكن الناس بدها تفتح موضوع وتريد أن تجمع معلومات. يعني هنا المرأة عليها أن تكون ذكية بانتقاء الإجابات. بالضبط. حتى لا تخسر الأشخاص أو تحاول ألا تخسر الأشخاص. والله في عنا مثل بقول لك اللي بدق الباب بيسمع الجواب. نعم. وأكثر ما يقال عني على فكرة في الفيسبوك، في الفقرة اللي هي الرد، فن الرد والردود الذكية في الإنستغرام، أنت قاسية،
انت مغروره، انت كذا. للاسف احنا تعودنا انه احنا نكون مؤدبين ومحترمين حتى لو تم التطاول علينا. نعم. يعني في حال احد تطاول علي وقل ادبه علي، هل هذا معنى انه لو جزاك الله خيرا الله يبارك فيك ومعلش وانت اكيد؟ نعم ممكن في بعض الحالات، لكن في بعض الحالات نحتاج الى وضع لا صارمه ورد ذكي مفحم يجعله ان يفكر اكثر من مره قبل ان يطرح تدخل. نعم. ثاني او انتقاد ثاني. نعم. فهذه نعتقدها انه غرور، نعتقدها انها، لكن لاننا لم نتعلم كيف نضع لا للآخرين ونخاف من عدم تقبل الآخرين لنا نتجنب مثل هذه المواقف. لنأخذ بعض الأمثلة عن الردود الذكية، ماذا ممكن أن تجيب المرأة في بعض المواقف؟ يعني أنت أعطيني مثلا إيش الأسئلة اللي مثلا ممكن تطرحها؟ يعني على السمنة على سبيل المثال أكثر شيء يعني المرأة تحرج منه أنه تكون سمينة مثلا. اللي تكون سمينة يعني الحمد لله في عندنا محل فتح للسيزات الكبيرة وأنا حابة أجرب السيزات اللي عنده يعني مثلا. جميل. لما لا تقولي لزوجك مثلا أن يشتري لك براد جديد أو غسالة جديدة؟ يعني ممكن أقول أنه أنا الطلبة الحين قيد الدراسة وزوجي إن شاء الله يعني بدرس الموضوع وعادي أنا بتفاهم أنا وزوجي. أستاذة كم راتبك الشهري؟ الحمد لله لا هو كثير ولا هو قليل، مشي الحال كويس. جميل. أولادك هل يذهبون إلى النوادي؟ على حسب حاجتهم، إذا هم بيحبوا يروحوا النوادي عادي بيروحوا النوادي. جميل. إلى أي صف وصلتي في المدرسة في دراستك أو أي مرحلة دراسية؟ إلى المرحلة الدراسية التي تناسب أن أصل إلى هذا المستوى في التحدث معك. جميل، جميل جدا. يعني بهذه الكيفية نجيب بشكل غير جارح وبنفس الوقت أنه لا دخل لكم بمكان أو بآخر بخصوصياتي. من ناحية أخرى عندما ترد الإمرأة تدخلات الآخرين في ذاتها وبالتالي هي تحمي حماها. نعم. يعني تحمي عائلتها، تحمي بيتها، تحمي أولادها. فهذا ليس فقط أنه هي تذود عن نفسها، هي أيضا تذود عن الأشخاص المسؤولة عنهم. فهو ليس، هل نستطيع أن نعتبره فقط أنه يعني ذكاء منها، ولا هو واجب عليها أن تخطو بهذا الاتجاه؟ أنا أكثر يعني استشارة وصلتني وألمتني جدا بتقول أنا يعني أولادي بيختلطوا بأولاد عمهم أو يعني الأقارب يعني ودائما يهانون يضربون وأنا مش قادرة أرد، بديش أعمل مشاكل، فيعني العمة تيجي وتضرب وتبهدل في أولادي. وفي برضو حالات تحصل كثيرا للأسف تصل إلى التحرش وهي مش قادرة يعني مش عارفة إيش تعمل. قلت لها عارفة الدجاجة؟ نعم. عارفة الدجاجة؟ قالت لي نعم. كيف بتحمي كتاكيتها؟ شفتي الدجاجة كيف انت بس قربي من دجاجة عندها كتاكيت، كيف تتصرف الدجاجة؟ يا لهوي بتاكلك. صحيح. كوني الدجاجة لأولادك. والقطة. والقطة، القطة. نعم. كمان برضو القطة يعني سبحان لكن الدجاجة الله هذه غريزة، فما بالك هي غريزة الحيوانات. نعم. فلما انت تشوفي من يهين او يحتقر اولادك، على فكرة اي اهانة واحتقار خلينا نقول الانتقادات التطفلات والطلبات هذه التي تأخذ خزنات اولادك قد تترك فيهم اثرا مدى الحياة لا يمكن شفائه. نعم. فلذلك انت واجبك تكون الحاجز المنيع. ممكن يكون اولادك غلطانين، ممكن يكون فيهم مشاكل وكذا، هذه خلينا نقول بنرتب البيت داخليا بيننا وبين بعضنا، بنصفي امورنا مع بعضنا، لكن احد يتدخل انت مش ما عرفتيش تربي اولادك، ابنك كذا كذا كذا، بنتك كذا، لا معلش وقفي هون، ما فيش داعي للتطاول، احفظي لسانك، انا وابني او بنتي بتفاهم معهم. تمام. وانسحب، المهم ما اخلي التدخل او الانتقاد يزيد او يجرح او يؤثر على شخصيه ابني وابنتي. بعدين نرجع البيت نتفاهم، نضع جدول، نحاسب، نتحاسب، نتكلم، ندردش إلى آخره. المهم ما نسمح غيري أنا أو غير زوجي إنه يتدخل في هذا الأمر. جميل. وضع الحدود. وضع الحدود. نعم. بشكل عام يعني تستطيع الإمرأة أو أي إنسان أن يضع حدود لأشخاص بعيدين، يعني في دائرة بعيدة. نعم. كالجيران والمعارف ثم الأصدقاء. لكن تكلمت قبل قليل عن الوالدة، عن الزوج، يعني عن الدائرة المقربة جدا. نعم. فهذه تحصيل حاصل على الإمرأة.
الوالد، الزوج، الناس هذه اللي هي تستخدم خلينا نقول المصطلحات الدينية، بر الوالدين طاعة الزوج. تمام. فإذا أسيء استخدام بر الوالدين أو إذا أسيء استخدام طاعة الزوج فهذا ليس مشكلة فيهم بقدر ما هي مشكلة فيها في جهلي أنا، في جهلي أنا في معرفة بر الوالدين. يعني بر الوالدين فيما يتعلق بهما وليس ما يتعلق في مصير وحياتي. اختياري للزوج يخصني، اختياري للتخصص يخصني، طريقة تربية أولادي تخصني، لكن بري لأمي إني أسأل عنها، إني أسعى على رضاها، إن كذا، هي تقول لي ما برضى عليك إذا تعملي مع ابنك هيك، ما برضى عليك، هذا يتعلق بتربيتي أنا وأولادي. أنت عليك النصيحة لكن ليس من بري، ولا أن الله سبحانه وتعالى يحاسبني في أمور تتجاوز علاقتي بيني وبينك. نفس الشيء طاعة الزوج، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه معروفة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قوامة الزوج الأصل إنه إيش؟ إنه يقوم على شؤون أهل بيته، يسعى إلى إنه يتحسس حاجات زوجته وأولاده، وليس أن يجعلهم خدما وعبيدا ومسخرين فقط للفلك اللي هو بدور عليه. فنأتي عاد الزوج يطلب، الأم تطلب، الأولاد يطلبون، في حالة الضغط النفسي في هذا الموضوع إحنا نحتاج إنه نتراجع ونطلب مهلة للتفكير. يعني مثلا الأم بتقول لي أنا عندي عزومة كبيرة ومحتاجة إنك أنت تيجي تساعديني، في إلي أخوة وأخوات ممكن يجوا يساعدوني، لكن هي تفضلني يعني إني أنا بساعدك، وفي نفس الوقت أنا عندي التزامات أخرى، عندي مهام في الوظيفة، عندي يعني شيء جميل إني أساعدها، لكن أنا مضغوطة في أمور أخرى لا أستطيع أن أقول لها لا أو انتهى تم تحديد مهلتها. فهنا علي إما أن أضغط نفسي وأنتحر تقريبا عشان ألبي طلب والدتي وفي نفس الوقت أرجع أحقق المهلة المطلوبة مني، أو أني أقول لها لا بطريقة مؤدبة، بمعنى أني أنا أقول لها تمام أنا بكتير يسعدني أني أساعدك يا والدتي، بتعرفي أني أنا هاي الشغلة دائما بحبها، لكن أنا محتاجة أني أراجع أشوف إيش الشغلات اللي عندي حاليا وأرجع أرد عليك. نعم. لا أعطي النعم فورا. نعم. مشكلتنا أنه إحنا على طول بالنط، أوكي تمام ماشي الحال، بس نسكر السماعة يا لهوي إيش اللي عملته في حالي؟ نعم. كيف قلت نعم وأنا وراي وعارض طخ طخ طخ، عندي 100 شغلة، عندي 100 حاجة لازم أسويها، ففلتت مني وخلاص صرت ملزمة ومقيدة يعني فيها. يعني قد تحزن الأم لكن على البنت أن تراضيها وأن تأخذ نعم. رضاها يعني نعم. بطريقة لبقة لينة، ما هي حترجع تاني وتقول لها والله أنا كان بودي عندي كم من عمل، أو لو أخبرتيني قبل بوقت يمكن نعم. كنت جهزت نعم. على جهزت أو عملت أو كذا، لكني مثلا سأتصل بأختي وسأطلب منها أنها تساعدك، سأتصل أو أعمل لك ديليفري جاهز من المطعم مثلا يأتوا يساعدونك، ممكن أجد لها حلول بديلة. جميل. لا تشكل وهذا ضغطا أفضل. علي نعم. وهذا أفضل طبعا. طيب بعد الردود الذكية وبعد الأخذ بالأسباب نعم. يبقى هناك أشخاص خلاص أخذينا نحن مثل ما بنقول يعني سيحزنون سيحزنون هدول الأشخاص شو بنعمل معهم؟ كما قلنا نقول لا حتى نتخلص من العلاقات السامة. في علاقات سامة لا سيما إذا كانت بالدوائر البعيدة من الصداقات والزملاء. والله أنا والكذا. بصراحة تمام. الدوائر البعيدة أسهل لكن فيها لباقة، إنه مثلا أنا محتاجة أني أفكر، هذه دائما أنا بحكيها بعلمها لكل متدرباتي ولله الحمد، لا تقولي نعم، أعطي لنفسك مهلة للتفكير، خليني أشوف جدول أعمالي، معلش الطبخة على النار بنفع أرجع أتصل فيك تاني، معلش بس في شغلة كم من شغلة بدي أخلصها الأول وبعدين برجع أكلمك تاني. المهم في نفس اللحظة ما أعطي النعم. نعم. عشان أسكر ونحفظ خط الرجعة. نحفظ خط الرجعة، أفكر في الرد المناسب ثم أعود للاتصال. المهم يعني أحفظ لنفسي اللي هو الخط الأحمر إني ما أكون مشاع. تمام. مباشرة أقول نعم. الناس على فكرة بتتصل مباشرة بالهذا، دي سهلة، بأخذ منها الأوكي على طول، هي على طول بتقول مفهوم. ما عندهاش مشكلة، ما بتمانع. وهذا لا يتعارض مع الحديث المؤمن هين لين سهل، هذا ما له علاقة، لكن نحن لازم ناخذ الدين بالكلية، ما ناخذ دائما بالضبط. أمر واحد زي ما حكينا عليه. لا يذل نفسه بأن يكلفها ما لا تطيق، إذا أنت عارفة ما بتطيقي يعني باختصار إذا أخذنا بالأسباب واستخدمنا الردود الذكية وطرينا القلوب وإلى آخره وظل الشخص زعلان فليزعل،
فليزعل. إلا إذا كان الأم أو الأب أو الزوج نراضيهم بإذن الله سبحانه وتعالى، نبقي حبل بطريقة بإذن الله سبحانه وتعالى أخرى لاحقا. دكتورة خلود، نصيحة قوية للنساء، يعني الآن تسمعنا الكثيرات من النساء اللواتي حركت فيهن نوع من خلينا نقول الثورة ضد الخنوع، تمام؟ ما هي الرسالة القوية التي تريدين أن توجهينها إليهم الآن؟ أول حاجة إنه الله سبحانه وتعالى كرمك، نعم، كرمك كامرأة كأنثى شقيقة الرجال، الرسول صلى الله عليه وسلم كرمك في الأحاديث، القرآن كرمك، يعني أنت يعني خلينا نقول مكرمة بالأساس، نعم. فبذلك لجهود مضاعفة باعتقادك أن هذا الأمر يزيدك عند الآخرين هو جهد ضائع في المكان غير الصحيح. نعم. نصيحتي ما ترفع سقف توقعاتك، لا تبذل الكثير في اعتقادك أن سيكون هناك بديل. إذا بذلت الكثير لأجل الله سبحانه وتعالى هذا شيء آخر، نعم، لكن إذا كان البذل للآخرين للناس في اعتقادك أنه هكذا سيقدرونك أكثر، للأسف كل مبذول رخيص. جميل. فاعطي قيمة لجهدك بحيث أن الناس لما تأخذ هذا الجهد منك تراه شيئا عظيما، لأنك أعطيتيه عبر خلينا نقول سلسلة من الموافقات اللي هي المدروسة بوقت معين بجدول معين وهكذا، فيأخذونه وهم السعداء ويرون أن هذه خدمة عظيمة منك. لكن الخدمات المجانية المبذولة منك 24 ساعة لن يكون لها قيمة للأسف. كالبضاعة في الأسواق، كلما غلى سعرها نجدها أجمل، أجمل بغض النظر عن صحة هذا الأمر، نشتهيها ويمكن نحوش علشانها، تماما. والرخيص لا ينظر أحد إليه للأسف. تماما. نشكرك أستاذة خلود في نهاية هذه الحلقة الشيقة، لا يمل، إن شاء الله نكون قد استفدنا وأفدنا. نلقاكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة قادمة من برنامجكم دولة النساء في نفس الموعد الاثنين القادم الساعة 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.